هذا وأكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن ما حققته مملكة البحرين في المحافظة على الفئة الأولى وللعام السابع على التوالي ضمن تصنيف التنافسية العالمية 2024 يعكس الجهود المتميزة في بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات. قد حققت مملكة البحرين قفزة نوعية ضمن التصنيف التنافسية العالمية 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمية، وجاءت في المركز 21 عالميا ضمن تصنيف عام 2024، وتبوأت المركز الأول عالميا ضمن 12 مؤشرا فرعيا، كما احتلت مراتب متقدمة ضمن المراكز العشر الأولى عالميا في 75 مؤشرا فرعيا آخر. ويعكس هذا الإنجاز العالمي جهود مملكة البحرين في بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات وخلق بيئة اقتصادية محفزة ومزايا تنافسية جاذبة لأصحاب الأعمال، وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات وصولاً إلى الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التطور التكنولوجي.